أهلا بكم. النتائج والترتيبات إجراء مباراة الجولة 36. نبدأ بالنتائج. سيربي 2 لامسية 0، لامسيو 2 أهلي بورس 0، النهد 3 لادي بارادو 2، ساري غريزان 2 سياسي 1، جمعية الشلف 1 ليزما 0، اتحاد بسكرة 1 جمعية سعيد مليا 0. الآن مع الترتيب. المركز الأول سيربي 73، المركز الثاني وفاق سطيف 65، مركز 6 شباب الثورة 63، مركز 4 ليزما 62 نقطة، المركز 11 ساري غريزان 46، مركز 12 اتحاد بسكرة 43، مركز 13 نجم منقرة 43، مركز 14 النهد 43، مركز 15 جمعية الشلف 42، مركز 16 جمعية سعيد مليلة 41، مركز 17 وداد تلمسان 39، مركز 18 اتحاد بلعباس 34. الآن مباراة 18 أوت، ودت تلبسها شباب الثورة، شباب سكيكتار جمقرة، اتحاد بلعباس.